كانت ليك ملاحظات على كلام انا عايز اقول الاستاذ هشام ايه تحديدا؟ حاضر. نمره واحد، انه في مجال المقارنه ما ينفعش المقارنه اللي حضرتك قدمتها او اللي قالها مثلا الاستاذ هشام، وقال كلام مهم وهرد عليه، انه مثلا رئيس الولايات المتحده الامريكيه بياخد له في الشهر اقل من 20,000 دولار، اقل تقريبا يعني لو كنت متذكر الرقم، بينما ده الاساسي. لا لا لا، كل اللي بياخده في اللي بيدفع عنه ضرائب اللي بيتحاسب عنه مش عارف حوالي 600,000 دولار في السنه حاجه كده يعني تقريبا او كذا، بينما مدير بنك متوسط في الولايات المتحده الامريكيه بالنسبه له يبقى رئيس الولايات المتحده الامريكيه شحات. ما حدش قال بقى انه ازاي ده رئيس الولايات المتحده الامريكيه ياخد مبلغ زي كده بسيط، ورئيس البنك الفلاني جولدمان ساكس ولا بنك اوف امريكا ولا كذا بياخدوا عشرات الملايين شهريا. ماشي، ما في المقارنه ما تنفعش، بالاضافه ان دي وقعت الولايات المتحده. ما هو ده كلام الوزير كمال ابو عيط. ما انا هقول بالاضافه الى انه دي وقعت اصلا النظام المالي، ولغايه النهارده الولايات المتحده الامريكيه والغرب الراسمالي مش عارف يلم ما جرى من سنه 2008 بسبب الفساد اللي كان موجود في القطاع المالي كله. اتنين، الاستاذ هشام قال حاجه مهمه، انه ما ينفعش نحط حد وبعد كده مع السنين هيتاكل. كل النظم الاجريه المحترمه في السويد على سبيل المثال كل 5 سنين يجري مراجعه جدول الاجور والمرتبات في القطاع الحكومي. احنا خد بالك احنا بنتكلم على القطاع الحكومي، القطاع الخاص اللي عايز يدي في الشهر 1,000,000 جنيه للموظف هو حر، ده فلوسه صح، هتاثر على هو مش ارباحه ميزانيه الدوله. هو ايوه احنا بنتكلم على ميزانيه الدوله، محتاجين نرتب اولوياتها بطريقه مختلفه. فاحنا في الدول الاسكندنافيه كل 5 سنين تقريبا بتعيد النظر في جدول الاجور والمرتبات. بعض الدول الثانيه زي اليابان، وانا زرت اليابان سنه 89 وفوجئت انه حتى الضيوف لهم اللي جايين في مثلا في برنامج تدريبي او في منحه دبلومه او حاجه كده، انه لو في معدل تضخم زاد حتى قبل ما يوصلوا، ونفس الشيء ينطبق على اليابانيين، بيروحوا مزودين لهم على طول اوتوماتيك، بتعمل مذكره الناشونال بيرسون اوثوريتي هيئه الافراد القوميه تعرضها على الدايت اللي هو البرلمان الياباني وتاخد موافقته، واوتوماتيك على طول معدل تضخم يزود الدخول الوظيفيه، وبالتالي في امكانيه للضبط. الحاجه الثالثه، في نوع من الوظائف يتقال انها وظائف ليها مشقات خاصه. طبعا مفهومه، ولذلك عناصر الاجور المتغيره بتلعب دور في التعويض، بس التعويض المتناسب المعقول. يعني ممكن يتعمل بدلات متعلقه بانشطه زي النشاط المصرفي او بالنسبه للقضاه او كذا، في نوع من البدلات العناصر بحيث انها تعوض من ناحيه دون ان تخل بالمبدا القانوني العام. وانا ما اعرفش مجلس الدوله او الحكم اللي صدر يعني هل يجوز انه قضاء يوقف قانون ولا المفروض المساله ازاي، يعني مش هدخل فيها، لكن هو المفروض تطبيق يعني القانون. انا هقول لك انه محكمه القضاء الاداري استندت لايه؟ اوقفت تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء السابق ابراهيم محلب الصادر بتطبيق ده قرار تنفيذ يجوز لها، لكن لو قانون انا اظن لا يجوز لمجلس الدوله ولا قاضي في مجلس الدوله انه يوقف حكم يعني قضاء. بعض موظفي البنك اختصموا رئيس مجلس الوزراء السابق في قراره بتطبيق قانون الحد، يعني تطبيق القانون مش القانون. ما هو القرار الا لو كان القرار نفسه معيب، لكن القانون لا يجوز. في القاضي بيلتزم بالقوانين الصادره من الدوله. صحيح القضاء احيانا بيبقى في حاجه اسمها القضاء المنشئ والقضاء الكاشف، لكن مش في حاجه اسمها اللوائح الداخليه اللي بتنظم عمل البنك؟ طبعا في لوائح، كل قانون بيطلع بيبقى فيه لائحه بعديه تنفيذيه بترتب الاجراءات التنفيذيه اللي لتطبيق هذا القانون. وارد انه يبقى فيه بعض اللوائح التنفيذيه فيها خطا ما، هنا القضاء الاداري بيتدخل يصحح الوضع. لكن في مجال التطبيق القوانين العامة أنا أظن أنه قانون الحد الأقصى للأجور لابد أن يطبق، تراجع اللائحة إذا كان اللائحة فيها خطأ اللي هو القرار اللي صدر من رئيس مجلس الإدارة بالتطبيق، تراجع. لكن الوضع الراهن، وكمان نظام الأجور بيتحط يا أستاذ عمرو في إطار مستويات المعيشة السائدة في المجتمع. يعني 42,000 دي ربما جنيه في الولايات المتحدة الأمريكية ما تساويش حاجة، لكن عندنا 42,000 كحد أقصى الأجور، لا هي مبلغ كويس جدا بالنسبة لفئات وظيفية داخل جهاز الدولة المصرية. طيب.